ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الاحد 8 يناير كانون الثاني 2023. بالنسبه لك النهارده يا جوزاء، توقعات العشريه الاولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو، هتقابلك تحديات كتيره بصوره متكرره بشكل غير عادي، هتسبب ليك كتير من الضغوط، لازم تبتعد عن طريقك بشكل كبير بدل ما انك تتحمل مسؤوليه كل حاجه. هيساعدك ده عشان توفر طاقتك للحاجات المهمه بجد، خاصه في الشغل. لازم تفكر في صحتك لانه على المدى الطويل مش هتعود عليك بالفايده انك تبقى بتستهلك كل قوتك في مده زمنيه قصيره. بالنسبه لك النهارده يا جوزاء، توقعات العشرية التانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو، انت بتتحمل حمل تقيل جدا من المشكلات، هتبتدي تخفف الاثقال اللي بتبقى عن جهلك ولا ممكن تستمر المصاعب في انها تزيد. هتوصل لاستراتيجية جديدة تعرف تتعامل بيها مع التحديات المهنية والخاصة من غير ما تضيع كتير من الوقت والطاقة. في نفس الوقت هتضيع كتير من الوقت النهاردة في التفكير، لأن كل يوم بيمر يعتبر يوم مفقود من عمرنا، هيبقى الوقت مناسب عشان نواجه الأمور دي بشكل مباشر من غير تأجيل. بالنسبة لك النهاردة يا جوزاء، توقعات العشرية التالتة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو، عن قريب هتواجه تحديات وعراقيل صعبة، هيتواجد أشخاص بيشتغلوا ضدك بيسببوا لك مضايقات لما يبقوا متواجدين في نفس المكان، وده سعيا علشان يخلوا بتوازنك الداخلي، وبالتالي لازم تاخد بعين اعتبارك. أقل تأثير سلبي هيكون للعوائق العابرة دي اللي بتبقى في مسار حياتك في حالة ما انت قررت تتجاهلها ببساطة.